فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لدينا بعض الصوفية المتعصبة وبعيدون عن مجالس العلم، فلا يعرفون التوحيد والسنة بل يقعون في الشركيات والبدع، وهؤلاء يحضرون أماكن العزاء ولا يمكن لنا مقابلتهم إلا في هذا المكان. سؤاله: هل يمكننا أن نبين لهم التوحيد والسنة في هذا المكان، مكان العزاء، للضرورة هذه، علما بأن بعضا منهم قد عرفوا الحق واهتدوا إليه في هذا المكان؟ أولا، العزاء ليس له مكان ولا اجتماع. العزاء ما يحتاج إلى مكان واجتماع وتعطيل أعمال. العزاء كلمات ودعوات تقال للمصاب: حسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، في أي مكان، المسجد، في المتجر، في السوق، في اتصال بالهاتف، مشافهة، هذا العزاء. وأما الصوفية إذا سنحت لك الفرصة في العزاء وفي غيرها، العزاء اللي تقول هذا أو في غيره، سنحت لك الفرصة فادعو إلى الله وبين، وأنت على خير إن شاء الله.